السلام عليكم ومرحبا بكم في ورشة جديدة، عمل جديد، ودائما بالأغراض اللي كان نستغنوا عليها ونقدروا نلوحوها. هاد المرة غادي نستعملوا أقراص. هاد الأقراص نقدروا نصوبوا منهم بزاف ديال الأشكال، كيف ما كتشوفوا هنايا كادر اللي نقدروا نديروا فيه تصاورات، هنايا علبة نقدروا نديروا فيها المجوهرات أو أشياء اللي عزيزة علينا نحتفظوا بها، علبة في شكل آخر، هنايا كادر حتى هو اللي نقدروا نديروا فيه تصاورات ديالنا. بالنسبة للمواد اللي غادي نستعملوا، غنحتاجوا الأقراص، علبة فارغة، لصاق، مقص، شوية ديال البريو اللي كيزيد شوية ديال الجمالية على الديكور اللي غادي نصوب. بالنسبة لهاد الطريقة غادي نحتاجوا سيديات أقراص. كاينين جوج الأنواع، كاينين الأقراص اللي فهاد الشكل كيعطونا واحد اللمعان الأبيض والأصفر، وكاين هاد اللون اللي كيعطينا أغلب اللون الوردي البنفسجي. العلبة نقدروا نستعملوها في علبة فارغة، نقدروا ناخدوها ونديروا لها استباغة، نقدروا نختاروا اللون اللي كيعجبنا. أنا اختاريت الغوز اللون الوردي. على بركة الله غادي نبداو. أول حاجة كناخدو القرص ديالنا كنقسموه على جوج باش كيسهل علينا عملية ديال التقطيع. كملي كنقسموه على جوج كنزيدو كنديرو شرائط بحال هاد الشكل وكنبداو كنقطعو. أنا سبق لي وجدت قطع صغيرة. بالنسبة للقطع تقدروا ديروا القطع اللي بغيتوا. كاين قطع، أنا استعملت قطع مثلثة كيف ما كتشوفوا هنايا. هنايا قطع عشوائية. أول حاجة كناخد الطرف العلوي من العلبة كندير لصقة على واحد الجانب، ما كنديرش العلبة كاملة، إنما كندير بشوية بشوية باش اللصقة ما تبردش ليا. كندير اللصقة، كناخد القطع ديالي وكنضل نلصق فيهم بهذه الطريقة باش كنسهلوا علينا هاد العملية. هاد الورشة كنقطعوا الأقراص يوم أو يومين قبل. كيف ما كتشوفوا أنا كنحط بطريقة عشوائية مع مراعاة عدم نخلي بزاف ديال الفراغات. ملي كيكونوا القطع ديجا واجدين كتسهل علينا العمليه، يكفينا نديرو غير اللصاق ونبداو نحطو في القطع كيف ما كتشوفوا. انا درت شكل مثلثات، يمكن لكم ديروا شكل مربعات او مستطيلات، كل واحد على حساب الرغبه ديالو وعلى حساب الشكل اللي غادي يعجبو. ناخذ القطع كيف ما كتشوفوا، دابا غنزيد الصف الثاني وغادي ندير اللصاق. كنكمل بنفس الطريقة قطعة تلو الأخرى حتى كنكمل العلبة ديالي. بالنسبة للعلبة
الا كانت مصبوغه ما كاينلاش تعاودوا ليها الصباغه بحال كاين الاشكال كيف ما كتشوفوا هنايا ازرق خديناها وفقنا عليها ما حتاجيناش نعاودوا ليها الصباغه. بالنسبه لهذه العلبه اللي عندي انايا هنايا كانت في اللون الابيض درت ليها اللون الوردي كيف ما كتشوف مواد بسيطة كنقدروا نصوبوا ديكورات زوينين ونزينوا بهم المنازل ديالنا. كنعاود بنفس الطريقة بساق كل ما العلبة غادا وكتعمر كل ما الديكور كيزيد يبان لينا اكثر. كما كتشوفوا ما بقاش لي بزاف باش نكمل العلبة ديالي ان شاء الله ملي غتجربوا اول عمل اقراص ما تبقاوش تلوحوهم غتولوا ديروا منهم بزاف ديال الاشكال.